بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب المرحلة الإعدادية وممكن برضو طلاب المرحلة الثانوية، الباراجراف عن ماي دريم جوب، يعني وظيفتي المستقبلية. طبعا ممكن يجي لي ماي دريم جوب، أو ممكن البراجراف يقول لي a job you want in the future، يعني وظيفة تريدها في المستقبل. أو what do you want to be in the future، ماذا تريد أن تكون في المستقبل. My dream job، the future job، وظيفة مستقبلية. What do you want to be in the future، كلها مسميات لنفس الموضوع. لو جينا نبدأ دايما بالمقدمة البسيطة اللي أنا بتكلم بيها عن نفسي، in the following lines I will talk about my dream job. In the following lines I will talk about my dream job، عن وظيفتي المستقبلية. I am a student، يعني أنا طالب. I am a student. I am a student، يعني أنا طالب. I am 14 years old، أنا عندي 14 سنة. I am in prep 2، أنا في الصف الثاني الإعدادي. ممكن لو أنا في سنة أولى إعدادي، I am 13 years old، عندي 13 سنة. I am in prep 1. ولو أنا في سنة تالتة إعدادي ممكن أقول I am 15 years old، أنا عندي 15 سنة. I am in prep 3، يعني ممكن أغير في السنة وفي المرحلة، ولكن دي كلها مقدمة عن نفسي. يبقى مرة تانية، in the following lines I will talk about my dream job. I am a student. I am 14 years old. I am in prep 2. I live in دمياط، أنا بعيش في دمياط. ممكن أقول I live in Egypt، أنا بعيش في مصر. My mother is a teacher، يعني والدتي معلمة. She is 35 years old، عندها 35 سنة. She teaches English، هي بتدرس إنجليزي. My father is a doctor، يعني والدي طبيب. He is 40 years old، هو عنده 40 سنة. He is so kind، هو طيب جدا. He is so clever، وشاطر. He is clever، وهو شاطر. أو he is so clever too، أو he is clever، يعني شاطر أو ماهر. He helps the sick، يعني بيساعد المرضى. He gives them medicine، بيديهم الدواء. When I grow up، لما أكبر، I would like to be a doctor like my father. When I grow up، when I grow up معناها عندما أكبر. I'd like to be a doctor like my father، عايزة أبقى طبيب زي والدي. I want to help the sick، أنا عايزة أساعد المرضى. Also I want to help the poor، أنا عايزة أساعد الفقراء. My mother and my father help me to study hard. My mother، يعني والدتي. And my father، والدي. Help me، بيساعدوني. To study hard، إن أنا أدرس أو أذاكر بجد. My father helps me to study medicine، والدي بيساعدني أذاكر علوم. My mother helps me، ومامتي بتساعدني. To study English، إن أنا أذاكر إنجليزي. Also my teachers، وأيضا المعلمين. Help me، بيساعدوني. So I do my best، لذلك أنا ببذل أقصى ما في وسعي. To achieve my goal، يبقى do my best يعني يبذل أقصى ما في وسعه. To achieve my goal، عشان أحقق هدفي. And be a doctor، وأصبح طبيب. Really، حقا. It's a great job، حقا إنها وظيفة إيه؟ إنها وظيفة عظيمة. مرة تانية الباراجراف. طبعا قبل ما نبدأ نقرأ، عايزة مين يفكرني كده يقول لما نيجي نكتب باراجراف نعمل ايه في ورقة الامتحان؟ زي ما احنا شايفين نسيب صفحة فاضية كاملة للباراجراف، صفحة بالكامل فارغة للباراجراف. نكتب العنوان في وسط السطر، My dream job، يعني وظيفتي المستقبلية. وبعدين نبدأ من أول السطر، بنسيب مسافة كلمة. طبعا دي كتابة الباراجراف، بنسيب مسافة كلمة. بنبدأ بحرف كابيتال، بنبدأ الباراجراف بتاعي بحرف كابيتال، وبعدين بنكتب الجمل بتاعتي لحد ما نوصل لنهاية الجملة، وبعدين نحطه في الصف. نيجي على الجملة التانية نكتبها من جنبها على طول، تكتب مباشرة، وبعدين برضو نحطه في الصف.
نيجي هنا نكتب نبدأ الجملة اللي بعدها وبعدين نحطه في الأسطوب وهكذا. جمل الباراجراف تكتب بالتواصل. طب ناخد بالنا من حاجة، لابد إن أنا أترك مسافة ما بين كل كلمة، يعني ما نلزقش الكلام كده وما أعملهمش تلاصق جنب بعض، لأ نسيب مسافة بين كل كلمة والتانية. وبعدين بنوصل لحد ما نوصل لنهاية الباراجراف بتاعنا ونعمل فول ستوب. ناخد بالنا الباراجراف صفحة في ورقة الامتحان بالنسبة لمرحلة إعداد. طب يعني إيه كمان الصفحة؟ يعني أنا بسيب سطر بكتب وبسيب سطر، ما لزقش كله وأسيب كده سطور، لأ بكتب على سطر وبسيب سطر، بكتب على سطر وبسيب سطر. يبقى بنسيب مسافة كلمة، بنبدأ بحرف كابيتال، بنسيب مسافة ما بين الكلمات، وبنكتب على سطر وبنترك سطر. عشان يكون الباراجراف بتاعي، اولا الباراجراف انا بتحاسب في الامتحان على البانكتويشن اللي هي علامات الترقيم، ان انا ببدا بحرف كابيتال وبحطه في الاسطوب، وبتحاسب على اني الباراجراف بتاعي مكتوب بطريقه منظمه، وبتحاسب على السبيلنج اللي هو الاخطاء في كلمه معينه. لو انا شاكك في جمله معينه وحاسس ان انا هكتبها السبيلنج بتاعها خطا اتجنب الجمله. احنا شايفين الباراجراف بتاعنا يعني هو عايز 100 او 80 او 90 كلمة، انا الباراجراف بتاعي 140 او 147 كلمة، يعني جمل كتيرة هي معايا، ممكن استغنى عن جملة او اتنين يعني لو انا حاسس ان انا كاتب السبيلنج بتاعها خطأ. مع بعض مرة تانية الباراجراف، عايزاكم كده ومع بعض شاطرين نجيب الكراسة والقلم ونكتبه ونحفظه. In the following lines I will talk about my dream job. ناخد كلمة talk T-A-L-K، في ناس بتكتبها T-A-K-E، تيك يعني يأخذ لكن دي توك أتكلم، أنا هتكلم عن my dream job. I am a student. I am 14 years old. I am in prep 2. قلنا ممكن نشيل دي نخليها 13 و 2 تبقى 1، أو ممكن دي خلاها 15 ودي تبقى 3 على إن مرحلة الصف الثالث. I live in Damietta، ممكن أشيل Damietta وأحط مكانها Egypt يعني مصر. I live in Damietta. My mother is a teacher. She is 35 years old. She teaches English. My father is a doctor. He is 40 years old. He is so kind. He is so clever. ممكن أكتب clever أو so clever. ممكن أساوي كده في الآخر قبلها إيه كوما وأقول he is so clever too. too يعني أيضا، يعني هو شاطر أيضا. he helps بكده كلها كلمات بسيطة بتخلي الباراجراف بتاعي جميل. he is so clever too. he helps the sick، بيساعد المرضى. ممكن أقول he examines the sick. طب مش عارفة أكتب كلمة examines يفحص، أكتب he helps the sick. he gives them medicine، بيديهم الدواء. When I grow up، لما أكبر، I'd like to be a doctor like my father، عايزة أبقى طبيب زي والدي. I want to help the sick. Also I want to help the poor. My mother and my father help me، ناخد بالنا إنها help لأن قبلها جمع، help me to study hard. My father helps me to study science. My mother helps me to study English. Also my teachers help me so I do my best to achieve my goal and be a doctor. Really it's a great job. Really it's a great job. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى إن احنا نستفيد من الحلقة ونكتب الباراجراف ونحفظه، ممكن يجي لنا في ورقة الامتحان. وتمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.